مرحبا في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب طالب للصف الخامس ابتدائي English for Iraq 5th Primary People Book page 100 and page 101 from unit 7 lesson 6 من الوحدة السابعة الدرس السادس. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل الإشعارات وضغط اللايك دعم الفيديو ودعم القناة. أيضا يمكنكم الاشتراك في قناة التليجرام، الرابط موجود بالوصف الخاص بهذا الفيديو. مثل ما تشوفون عندنا درس جديد لهذا اليوم بعنوان My Magazine، طبعا My School Magazine اللي هي المجلة المدرسية. عنوان الدرس شو يقول؟ How we travel يعني شلون نسافر. إذا عندنا المجلة المدرسية، عنوان الدرس How we travel شلون نسافر. يقول لنا Think and discuss. Think and discuss. فكر وناقش. راح نقرأ النقاط ومن بعدها راح نترجم. Number one. How do you do your family travel to other places in Iraq? How do your family travel to other places in Iraq? شلون عائلتك تسافر للأماكن أو المدن اللي أخرى اللي موجودة بالعراق؟ طبعاً إحنا قلنا places الأماكن معناها و travel سفر. How do your family travel to other places in Iraq؟ شلون سافر عائلتك للأماكن الأخرى اللي موجودة بالعراق؟ Number two. What is your favorite way to travel? What is your favorite way to travel؟ الطريقة اللي تفضلها بالسفر. طبعا انت هاي اريدك تجاوب على هاي الاسئلة. من بعد ما اقرأ الاسئلة توقف الفيديو وتحاول تجاوب عليهم سؤال سؤال حتى تكمل الدرس. Number three. Look at these ways to travel. طبعا على هاي الطرق اللي تقدر تسافر بها. Which do you like best؟ ومن بعدها تطبع على هاي الصور وتشوف فين وسيلة النقل اللي تفضلها انت. هسه وقف الفيديو وحاول تجاوب على هاي الأسئلة. نعم، مثل ما تشوفون عندنا 4 ways to travel، 4 طرق للسفر. طبعا الكارز سيارات، trains القطار، وعندنا الباسز الحافلات أو I think it is ferry boat العبارة ferry boat، وعندنا plane الطائرة. تمام، إذا 4 طرق: cars, trains, ferry boats and planes. هسه راح نقرأ. يقول لنا read and match to the photos. اقرأ وطابق إلى الصور. تمام، راح نقرأ ونطابق ما موجود هنا مع الصور اللي أمامنا. عندنا أول شيء ديما. ديما told the school magazine about her mother's visit to النجف الأشرف. ديما تسولف أو أخبرت مجلة المدرسة عن سفر أمها إلى النجف الأشرف. My mother went to النجف الأشرف last week for a holiday with her family. She flew there by plane. It only took 30 minutes to get there from Baghdad. It takes about 2 hours to get there by car. Next time my mother goes to النجف الأشرف, I'm going to go with her. I want to go by plane
It is very exciting. إذا هنا my mother went to النجف الأشرف، أمي راحت إلى النجف الأشرف last week الأسبوع الماضي for a holiday with her family بعطلة مع عائلتها. She flew there by plane سافرت لهناك بواسطة الطائرة. It only took 3 minutes يأخذ وقت 30 دقيقة to get there from Baghdad للوصول لهناك من بغداد. It takes about 2 hours to get there by car يأخذ ساعتين حتى يوصل هناك بواسطة السيارة. Next time my mother goes to النجف بالمرة الأخرى اللي راح تروح أمي بها للنجف الأشرف I'm going to go with her راح أروح وياها. I want to go by plane أريد أروح بواسطة الطائرة. It is very exciting هي كلش مثيرة للاهتمام أو محمسة. إذا هذا ما عندنا بخصوص زيما، راح نأشر مع وسيلة النقل المناسبة حسب ما ذكرته ديما. طبعا هاي راح نطابقها مع الصورة نمبر 4 اللي هي مثل ما تشوفون هاي الطائرة لأن هي تحب تسافر بواسطة الطائرة. عندنا اللي بعده كرم told us about his father and how he goes to work. كرم told us about his father and how he goes to work. كرم بيسولف لنا على أبوه وشون يروح للعمل. My dad works in Diyala and goes to work by car. He likes driving. He says there are lots of cars and lorries. It takes a long time each day to go there and to come. To come home. He leaves home early in the morning and comes home late. Then my dad works in Diyala, أبوي يشتغل بديالة, and goes to work by car, ويروح للعمل بواسطة السيارة. He likes driving, يحب السياقة. He says there are lots of cars on lorries. يقول أكو الكثير من السيارات والشاحنات. It takes a long time each day to go there. يأخذ وقت طويل يوميا حتى يوصل لهناك. And to come home. وأيضا للرجوع للمنزل. He leaves home early. غادر المنزل مبكرا in the morning في الصباح. And comes home late. ويرجع متأخر. هسه راح نطابق هاي الصورة أو هذه العبارات مع الصورة. طبعا راح تكون مع نمبر 1 اللي هي by cars. مثل ما تشوفون by cars بواسطة السيارة. عندنا اللي بعده جنى told the school magazine about a picnic that her school is going to have. They are going to go on a ferry boat. جنى تسولف للمدرسة أو مجلة المدرسة حول النزهة اللي راح تروح بيها المدرسة بواسطة العبارة. My school is going to have a picnic. We are going by ferry boat on the river. Most of the pupils are going to come. It is going to be very exciting because it is my first time on a boat. We are going to see lots of beautiful places. I am going to make a cake for the picnic. Then my school is going to have a picnic. مدرستي راح تروح بنزهة. We are going by ferry boat. راح نروح بواسطة الفيري بوت اللي هي العبارة. On the river على النهر.
Most of the pupils are going to come. معظم التلاميذ راح يجون أو راح يجون ويانا. It is going to be very exciting. راح يكون موضوع كلش مثير أو كلش محمس. Because it is my first time on board. لأن هاي هي المرة الأولى إلي على القارب. We are going to see lots of beautiful places. راح نشوف الكثير من الأماكن الجميلة. I'm going to make a cake for the picnic. أنا راح أسوي كيكة لأنسها. تمام. إذا هسه راح نربط هذه مع الصورة. طبعا نربطها مع الصورة نمبر 3 اللي هي صورة الفيري بوت العبارة. مثل ما نشوف هذه هي الفيري بوت العبارة. آخر شيء عندنا فراس. فراس told the school magazine about his big brother. فراس سولف للمدرسة أو مجلة مدرسة حول أخوه الكبير. My brother went to see our uncle and aunt. They live in Nasiriyah. He went there by train. It was his first time on a train and he loved it. This train can go very fast and it is exciting. إذا هنا فراس يسولف في مجلة مدرسة عن أخوه الكبير. My brother went to see our uncle and aunt. أخوي الكبير راح يروح يشوف عمي وعمتي. They live in ناصرية. يعيشون بالناصرية. He went there by train. راح لهناك بواسطة القطار. It was his first time on a train. كانت المرة الأولى إلى على القطار. And he loved it. وهو أيضا حبها جدا. This train can go very fast. هذا القطار يقدر يمشي بسرعة. And it is exciting. وهالشيء مثير للاهتمام أو محمس. هسه راح نربط هاي الصورة أو هذه مع الصورة. طبعا راح نربطها مع picture number 2 اللي هي train. احنا شوفون هاي الصورة number 2. إذا هاي هي طريقة أو هذا هو الموضوع عندنا وأيضا طريقة ربطها مع الصور. طبعا هذا الموضوع كلش حلو وممتع وأيضا بعبارات جديدة ممكن تعلمها. أيضا تعلمنا وسائل النقل وأيضا شنو يفضل كل من ديما كرام جنا وفراز من وسائل نقل. هذا كل ما عندنا بدرسنا لهذا اليوم. أتمنى كان ممتع وسهل بالنسبة لكم والكلام واضح. إحنا نكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. لا تنسوا تجديد من القناة، أقدمكم الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات، وضغط زر اللايك دعم الفيديو ودعم القناة. أيضا تقدرون تشتركون بقناة تليجرام، الرابط موجود بالوصف الخاص بهذا الفيديو. القناة موجود بها كل ما يفيدكم من أسئلة، حلول أسئلة، وأيضا مواضيع جديدة ومواضيع مهمة بالنسبة لكم. طبعا نلتقيكم في درس آخر وإلى اللقاء.